من الآن هذه المخالفة هنا خارج منطقة الجزاء على اللاعب رقم 2 اللي هو عبد الله مبارك الدوسري، قرار غير صحيح من حكم المباراة، وأيضا كانت الحالة تستوجب البطاقة الصفراء. إذا قارنا مخالفة محمد عبد الشافي اللي منع فيها بطاقة صفراء، كان هذا اللاعب أيضا يستحق بطاقة صفراء. ركلة جزاء غير صحيحة خارج منطقة الجزاء، اللاعب يستحق البطاقة الصفراء الثانية لأن اللاعب حصل على بطاقة صفراء في بداية المباراة وكان مفترض أنه نعم تغير كلامك في الموضوع هذا؟ لا واضحة ما تحتاج توحشنا ولا توحشك فين؟ بكره معنا عبر الهاتف معالي رئيس هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ. مسيك بالخير أبو ناصر. مسيك بالخير أبو ناصر. الفودة اختلف معاك في تقييمك لضرب ركلة الجزاء. هو أبخس، عاد الخبز خبازة لو أكل نصه. يا قوي يا فودة. انا اول شيء انا يعني هذا راي شخصي اخطي وصيت، وفعلا انا لما شفت الاعادات مع حق. شكرا لك معالي المستشار. جميل. انا بالنسبه بتكلم معك في عده نقاط. النقطه الاولى للجمهور اللي خلف البيبان في الملعب، راح يكون فعلا ملاحظتكم انه راح يكون لهم تذاكر عشان الصعوبات. جميل. بالنسبة للمحترفين في اسبانيا الموضوع معقد، وطلبت اجتماع مع الليغا ان شاء الله يوم الثلاثاء، وان شاء الله النتائج بتكون ان شاء الله ايجابية. بالنسبة لموضوع خالد ياسم لا تعليق. بالنسبة لموضوع فودة، أنا أتمنى من الكابتن فودة إنه يمرني في الرياض بأقرب وقت خلال الأسبوع هذا. أنا أحتاجه، وأحتاج الحمدان، وأحتاج علي المطلق، وأحتاج خليل جلال. نبغى نجلس مع الحكام القدامى كلهم، بابي مفتوح ليهم، أبغى أستانس برايهم. اللي قاعد يشوفه الآن بالدوري، المشكلة الحكم السعودي مو بجاهز، والحكم الأجنبي قاعد يجينا المتردية والنطيحة. أنت مو راضي شكلك، شفت أنا كم تغريدة لك، أنت مو عاجبك التحكيم. استفسرت من الاتحاد السعودي، قالوا لظروف كأس العالم وأن المنتخب مشارك وأن في نظام أنه الحكام النخبة الدرجة الأولى ما يجون يعني لتعارض المصالح. أنا أتمنى أنه إحنا عندنا مشروع شغالين عليه السنة الجاية إن شاء الله بالنسبة للحكم السعودي، لكن أبغى أسمع من كبارنا هذولي صارت خبرتهم، ولعلنا نطلع إن شاء الله بشيء مفيد. تتوقع أبو ناصر موضوع التحكيم راح يغير كثير في شكل مشاكل الدوري لو انحلت؟ صحيح، وأنا أتوقع أقوى دوري راح يمر على المملكة العربية السعودية إن شاء الله دوري الموسم القادم. إن شاء الله. زيارتي اليوم النادي الرياض للأسف يعني شفت منشأة عظيمة غير مستفاد منها نهائيا. شفت مناظر يعني صراحة توجع القلب. يعني أنا شفت تسيب لم أراها من قبل، وفي لجنة شكلتها خاصة للتحقيق في هذا الموضوع. زي تخيل أخ وليد، لقيت عيادة أسنان مفتوحة في نادي الرياض. عيادة أسنان بزنس هذا خاص يعني ولا اللعيبة؟ والله لقيت مكان فيه نايمين فيه من جنسيات مختلفة، أتوقع أنهم عايشين في النادي. ولقيت المسبح يتأجر بصفة شخصية بدون لا حسيب ولا رقيب. لقيت مهازل وشكلت لجنة الآن، لكن الحمد لله رب ضارة النافعة. نادي الرياض الآن في هذه أمينة، وراح يستفاد من المنشأة بشكل كبير، وبتكون إن شاء الله منارة في مدينة الرياض. قريبا راح نعلن مشروع كبير خيري داخل مدينة يعني داخل نادي الرياض إن شاء الله. تبغى تخليه زي يعني زي افتخار باريس بباريس سان جيرمان، يكون الرياض زي كذا؟ ناوي موضوع كبير إن شاء الله خيري إن شاء الله بساهم فيه أنا ومجموعة من الأشخاص، وعن طريق هيئة الرياضة
ليكون متنفس لأهل الرياض وأبنائهم إن شاء الله دون الإضرار بمصلحة نادي الرياض والنادي والألعاب المختلفة اللي فيه. بنصر موضوع اللاعبين اللي محترفين برا، أنت طلبت اجتماع يوم الثلاثاء مع لا ليغا الإسبانية، هل من ضمن الخيارات ترجع بعضهم؟ لا لا لا، لن يرجع أي أحد. أوكي.